السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، إخواني إخوتي في الله، أحبتي، أرحب فيكم في يوم جديد من الأيام أو الأسابيع الافتراضية التي عودتنا عليها منشآت. نعود ولكن بحذر الأسبوع الافتراضي الذي نعيشه مع منشآت، هذا أسبوع بعنوان الشركات العائلية. اليوم تحديداً عندنا النماذج التشغيلية التي يستخدمها رواد ورائدات الأعمال، والذي تعتمد على المشاريع التشغيلية وكيفية استمرار هذه المشاريع إلى الأجيال اللاحقة بإذن الله. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن أهمية النموذج التشغيلي، وحنشوف مع بعض ما هي أهمية النموذج التشغيلي. نبدأ بالأجندة التي سنقوم بالتحدث عنها اليوم بإذن الله. اليوم حنتكلم عن ما هو النموذج التشغيلي وما هي الخطة التشغيلية. حنتكلم أيضا عن مكونات الخطة التشغيلية، وأخيرا إن شاء الله حنغطي مواضيع عن فوائد الخطة التشغيلية. نرحب مجددا بالأخوة والأخوات الذين انضموا معنا حديثا. يوجد آيكون أو أيقونة خاصة في الكيو أند إيه، الأسئلة في أي لحظة، أي شخص يريد وضع بعض الأسئلة تستطيع من خلال الأيقونة الخاصة في الأسئلة والأجوبة. نشكر سعادة الأستاذ أحمد العوفي مدير الدعم في مركز منشآت. نشكر أيضا الأخوة والأخوات الذين يدعمون دائما في وصول هذا البث من خلاله إلى حضراتكم. قبل ما نبدأ في النموذج التشغيلي ونعرف تعريف النموذج التشغيلي والمكونات والفوائد وكل الأمور المتعلقة في النموذج التشغيلي، خلينا نأخذ فكرة بسيطة عن المراحل أو تسلسل المراحل التي تسبق النموذج التشغيلي. المرحلة الأولى هي مرحلة الفكرة. أي رائد أعمال أو أي رائدة أعمال أو أي مشروع جديد يكون مبني على أفكار. الأفكار هي كل ما يتردد على الخاطر من آراء، سواء بالتأمل أو بالتدبر، وما يخطر في العقل البشري من أشياء أو حلول أو اقتراحات مستحدثة، تحليل للواقع أو الأحداث القادمة نتيجة المشاكل أو الأحداث التي نمر بها في الأيام هذه. كثير من رواد الأعمال يحاول أنه يشوف فين الفرص المتاحة ويبدأ يضع الأفكار. الفكرة هي نتائج عن التفكير والتدبير، والتفكير هي أحد أهم مميزات النوع البشري أو العنصر البشري الذي من الله عز وجل في العقل الإنساني، لما يحتوي على العناصر الفعالة لما تفيد المجتمع ككل. قدرة الإنسان على توليد الأفكار تتزامن مع قدرته على الاستنتاج والتعبير على النفس. إذن في بداية أي مشروع، هي المشروع أو الفكرة هي أساس كل المشاريع. ثم بعد ذلك نبدأ بحاجة نموذج سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الساعة ليست القادمة التي تليها بحول الله، عن نماذج الأعمال وكيفية عمل نماذج الأعمال. نموذج الأعمال هو بكل بساطة وصف المنطق الذي تتبعه الشركة أو المؤسسة من أجل خلق قيمة مضافة للعميل وإيصال وامتلاك هذه القيمة من خلال بناء نموذج الأعمال الذي يعتبر الجزء الأساسي في الإدارة الاستراتيجية للشركات ككل. إذن النموذج العمل يلي مرحلة الفكرة. الهدف من نموذج العمل هو هل العميل النهائي هل لديه الرغبة في استخدام المنتجات التي نقوم بتصنيعها أو الخدمات التي نقوم بتوفيرها للعملاء، ولا ما يحتاجها العميل. فيجب علي في هذه المرحلة معرفة رأي العميل عن المنتج، وهذا من خلال النموذج الأولي الذي تحدثنا عنه سابقا، وهو ما يعرف بالـ MVP المينيموم فاليبل برودكت، اللي هو نبدأ بأقل التكاليف وأقل الإمكانيات.
بعد مرحلة نموذج العمل يأتي عندنا مرحلة دراسة الجدوى، وهنا يأتي الخلط كثير في دراسة الجدوى ونموذج العمل. دراسة الجدوى هي الدراسة التي تقوم بها المنظمة أو الشركة لتقييم المشروع من الناحية الاقتصادية ومعرفة مدى نجاح هذه المشروع أو فشله. من هذه الدراسة الهدف الأساسي منها وهو مدى جدوى المشروع، والسؤال الذي يجب أن تجيب عليه هذه الدراسة: هل يجب لنا المضي في هذا المشروع ولا نقفل المشروع هذا ونفكر في مشاريع أخرى؟ وبالتالي إضافة تحديد إذا كانت الخطة قابلة للتطبيق. يمكن للمنظمات أيضا أو الشركات استخدام دراسة الجدوى لكي تفهم المخاطر بشكل أفضل والتحضير لها. دراسة الجدوى باختصار: هل المشروع مربح أم لا؟ في النهاية يعطينا أرقام. لو مشينا على نفس الخطط الموجودة في دراسة الجدوى بإذن الله سوف نحقق الأرباح. بعد دراسة الجدوى يأتي عندنا حاجة اسمها خطة العمل. خطة العمل هي خطة تفصيلية تحدد الإجراءات اللازمة للوصول إلى هدف أو أكثر من هدف. تعرف من قبل البيزنس دايركشني، عفوا موقع البيزنس دايركشنري، بخطة العمل على أنها سلسلة من الخطوات التي يجب اتخاذها أو الأنشطة التي يجب تنفيذها بشكل جيد حتى تنجح الاستراتيجية. نقدر نقول باختصار عن خطة العمل هي الرؤية والاستراتيجيات التي تبني الأعمال عليها. خطة العمل هي أين سوف أصبح خلال الفترة مثلاً 5 سنوات القادمة أو 10 سنوات القادمة. أضع الرؤية ومن ثم أبدأ بتبني الأعمال التي توصلني للمرحلة هذه. أخيراً بعد ما صار عندي فكرة وحولت الفكرة هذه إلى نموذج عمل، وبعد كذا أثبتت فعالية الفكرة وتقبل العملاء لهذه الفكرة، أبدأ بعمل دراسة الجدوى ومن خلالها وضع الاستراتيجيات الأساسية ومن خلال خطة العمل، ومن ثم أخيرا نبدأ بالنموذج التشغيلي الذي سوف نخوض في التفاصيل الآن إن شاء الله في هذه الورشة في هذه الساعة القادمة. خطة التشغيل باختصار هي طريقة عمل المصنع أو الشركة، الماكينة حقت السيارة، المعمل الذي نصنع فيه المنتجات والخدمات، في النهاية لوصول المنتجات والخدمات هذه للعملاء النهائيين. مرحلة النموذج التشغيلي هي المرحلة النهائية طبعا مع تحقيق الرؤية من خلال الرسالة وقيم الشركة. النموذج التشغيلي أو الخطة التشغيلية هي خطة مفصلة للغاية تحدد كيفية استحقاق الشركة أو المؤسسة للأهداف والغايات والاستراتيجيات الموضحة في الخطة الاستراتيجية أو خطة العمل الشاملة. كل عمل أو كل مشروع يحتاج إلى خطة عمل، وتحتاج خطة العمل إلى الخطة التشغيلية لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية. مادام كل الأخوان والأخوات الموجودين معانا في المحاضرات، مدام وصلتوا للورشة هذه، فهنا يعني من المفترض أنه يكون عندكم معرفة أو موجود عندكم بعض الخطة أو خطة العمل. والآن نبدأ في تنفيذ هذه الخطة العمل ونشوف كيف نقدر نطبق خطة العمل ونحولها إلى خطة تشغيلية. خطة العمل تشكل القالب العملي لما تحتويها الخطة الاستراتيجية للشركة أو المنظمة من خلال الرسالة والقيم والشعارات وكل ما تجسده من أهداف، بحيث أنه التخطيط التشغيلي يحتل الأساس العملي في تطبيق خطة العمل. يعني عندنا خطة استراتيجية، بعد كذا حطينا خطة عمل، بعد كذا كيف البروسيس أو كيف التشغيل لهذه الخطة من خلال الخطة التشغيلية. تصف الخطة التشغيلية بدقة كيفية إنجاز المهام وسير العمل من المدخلات وحتى النتائج النهائية. فإن الخطة التشغيلية تترجم الرؤية والأهداف أثناء سير العمل اليومي
للشركات. إذن تتناول الخطة التشغيلية العمليات الداخلية والموارد اللازمة والموارد البشرية لتحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة العامة أو الأساسية. نقدر نقول عن الخطة التشغيلية كيف نضع خطة تشغيلية أو كيف نضع خطة العمل موضع التنفيذ، كيف نبدأ نحول من خطة تشغيلية إلى تنفيذية، نبدأ ننفذ المهام والإجراءات التي تم إعدادها في الخطة التشغيلية خلال فترة التشغيلية معينة. لابد هنا أن نسأل نفسنا أو نسأل بعض التساؤلات المهمة. أول سؤال نسأله: أين نحن الآن؟ فين الشركة؟ ما عندك ما هي الموارد المالية الموجودة لدينا الآن؟ ما هي الموارد البشرية التي نمتلكها الآن؟ العناصر البشرية، الأهداف البشرية، ما هي العناصر الفنية؟ هل الكادر البشري مؤهل لقيادة مثل هذه الشركات؟ هل عندنا كادر فني مؤهل للتعامل مع الآلات والأدوات التي تمتلكها المنظمة أو الشركة؟ ما هي المواد المتاحة؟ ما هي المواد التي يجب علينا توفيرها خلال المراحل القادمة؟ الآلات، كل هذه الأشياء هي من الأساسيات في الخطة التشغيلية. السؤال الثاني اللي لازم نسأل نفسنا كإدارة عليا في الشركة أو المنشأة هو: أين نريد أن نكون؟ من خلال وضع الأهداف الاستراتيجية، من خلال وضع الرؤية، خلال 10 سنوات القادمة سوف نصل إلى مثلا العالمية، لكن هذا لا يعتبر شيء فعال أو خطة فعالة، فيجب علينا التحديد الأكثر للوصول إلى شريحة عملاء أكبر من خلال توفير خدمات، من خلال توفير منتجات. وهذه كلها الأسئلة التي تساعدنا على وضع الخطة التشغيلية بشكل سليم. السؤال الثالث الذي يجب أن نسأله أيضا: كيف نصل إلى الخطة التنفيذية؟ كيف نصل إلى الرؤية؟ كيف نصل إلى الهدف بعيد المدى؟ من خلال توفير موارد بشرية، من خلال توفير موارد مالية، وكذلك كل الأشياء التي يجب علينا توفيرها للوصول إلى الرؤية بالشكل السليم. السؤال الأخير اللي هو: كيف نقيس التقدم؟ احنا الآن مثلا بدأنا في مشروع صغير وبعد كده الهدف هو سرعة الانتشار في مثلا المناطق الإقليمية أو المناطق الكبيرة، المدن الكبيرة في المملكة العربية السعودية، من خلال مؤشرات القياس، من خلال توسعات، عمليات التوسعات، عدد الفروع، عدد الموظفين. هذه كلها عوامل تساعدنا على قياس كيف المراحل التي تقدمنا منها. من على سبيل المثال أيضا نستطيع أن نقيس من خلال بعض المعايير العالمية زي KPI، Key Performance Indicator. هذه واحدة من الأدوات القياس التي تساعدنا على الوصول إلى الأهداف الرئيسية. ببساطة شديدة التخطيط التشغيلي هو تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى تنفيذ مدار. التخطيط التشغيلي هو تحويل كل الأهداف التي وضعتها الشركات المنظمات الأساسية ونبدأ نترجمها، وكيف نستفيد من هذه الأهداف الاستراتيجية إلى التنفيذ بشكل سليم. مكونات الخطة التشغيلية: الخطة التشغيلية تتكون من 4 عناصر رئيسية. أول عنصر مهم في الخطة التشغيلية: يجب علينا توفير رأس المال البشري، يجب علينا توفير الموظفين، يجب علينا توفير الإدارات، الكوادر البشرية تكون مؤهلة ومدربة، الكوادر البشرية تكون عندها قدرة على التماشي مع خطط الشركة، مع المنظمة، الموظفين المهارات اللازمة لتنفيذ المشروع، وكذلك المصادر الحالية والمصادر المحتملة لهذه الموارد. يعني جبنا منتج جديد، حبينا أن ننزل هذا المنتج في السوق، يجب علينا توفير الموارد الرئيسية لهذا المنتج، يجب علينا أيضا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لإدارة هذه المنتجات والخدمات لوصولها بالشكل النهائي للعملاء.
إذن العنصر المهم في الخطة التشغيلية والعنصر الأول وهو رأس المال البشري. بالنسبة للعنصر أو المكون الثاني لمكونات الخطة التشغيلية وهي الموارد المالية. هل الموارد المالية مهمة في الخطة التشغيلية ولماذا؟ ياريت ناخذ استفسار سريع من قبل حضراتكم من خلال الـ Q&A، من خلال الأسئلة والأجوبة. من يرى أنه الموارد المالية مهمة يضع رقم 1، ومن لا يرى ذلك فليضع رقم 2 في الـ Q&A. خلينا نشوف ردودكم وتفاعلكم معنا. أستاذ ماجد 1، الأستاذ فهد 1، الأستاذ نوف 1، الأستاذ صالح 1، الأستاذة ياسمين 1، رقم غريب 1، الأستاذة نوف 1، سليمان 1، ما في أحد كتب لي 2، الأستاذة روان 1، الأستاذة طيف 1، سلمان 1، عبد الرحمن يقول 2، ممتاز. محمد، الأستاذ محمد 1، ليدرشيب 1، نايف، والأستاذة مي، والأستاذة أريج، كلهم مهمين 1 و2. شكرا أستاذ أريج. الأستاذ فهد 2، الأستاذ سلطان الحرازي 1، الأستاذ سعودي 1 2، الأستاذ خالد. طيب اختلفت شكرا يا أخوان على التفاعل. حقيقة الموارد المالية تعتبر من أهم مراحل الخطة التشغيلية. ما هو المقصود بالموارد المالية؟ الموارد المالية المقصود بها هنا التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، المصادر الحالية والمحتملة لهذه الأموال. احنا قلنا في البداية السلسة او minimum valuable products كيف نستطيع ان نبدأ اي مشروع باقل الموارد المالية، وهذا التفكير يسمى بالlean startup. كيف نبدأ بداية سلسة في اي مشروع بعدم دفع أموال أكثر من المعقول، خصوصا في مرحلة التنفيذ. لكن الموارد المالية التي نقصدها هنا هي في عمليات التوسع للمشروع بعد المراحل على حسب الخطط الاستراتيجية. فالموارد المالية تعتبر من أهم الموارد، أو من أهم الخطة، عناصر الخطة أو مكونات الخطة، يجب علينا أخذها في الاعتبار لما لها أهمية في تطوير الأعمال في المستقبل وبداية الأعمال الحالية. العنصر الثالث من مكونات الخطة التشغيلية وهو عنصر تقييم المخاطر. تقييم المخاطر يجب علينا في دراسة الخطة التشغيلية أو في إعداد الخطة التشغيلية عمل تحليل خاص في المخاطر، ويشمل ذلك ما هي المخاطر الموجودة وكيف يتم معالجها، أمثلة كثير عن تقييم المخاطر في ظل الأزمات التي نعيشها اليوم والمستقبلية. يجب علينا أن يكون عندنا المرونة الكافية لتجاوز هذه المخاطر وتقييمها بالشكل السليم الذي يضمن وصولها إلى وصول الشركات إلى الخطط التنفيذية التي وضعت لها. إذن تقييم المخاطر، ما هي المخاطر الموجودة، كيف يتم معالجتها، وكيف يتم أيضا تجنبها. وفي الإدارات في الشركات الكبرى والشركات العالمية في أقسام تعني بالمخاطر، risk management، وكيفية التعامل مع المخاطر هذه. أخيرا في الخطة التشغيلية يجب مراعاة عمر المشروع، تقدير عمر المشروع والاستدامة والاستراتيجية الخروج من هذا المشروع. كم من الوقت سوف يستمر مشروعك، ومتى وكيف ستنتهي مشروعك، وكيف ستضمن استدامة إنجازات المشروع. في بعض المنتجات، في بعض الخدمات، في بعض المشاريع، هي مشاريع محددة بوقت محدد وليست مشاريع مستدامة. فيجب في الخطة التشغيلية معرفة هذا العنصر أو هذا المكون الهام، بحيث أنه نعرف هل المشروع اللي إحنا بصدد البداية فيه، هل هو من بعض المشاريع اللي هي مستدامة لفترات طويلة، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 100 سنة، أو المنتجات والخدمات التي نتعامل معها هي مشاريع بس سيزنال أو وقتية أو مراحل محددة.
هذا مهم جدا في الخطة التشغيلية عشان التطوير الخطط المستقبلية. عرفنا مكونات الخطة التشغيلية، عندنا 4 مكونات مهمة: رأس المال البشري، الموارد المالية، تقييم المخاطر، وعمر المشروع. هذه تعتبر كلها من المكونات الأساسية للخطة التشغيلية. نشوف مع بعض ما هي الفوائد التي تجنيها الشركات من الخطة التشغيلية. أول حاجة، أول فائدة من هذه الفوائد، وهي النمو. في توجيه النمو أو في مرحلة النمو سوف ينمو عملك أولاً يعتمد على عوامل كثيرة، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية. لما نبدأ نعمل عمليات النمو يجب الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية، البيستل، تحليل بيستل، تحليل التي تساعدنا على معرفة الآلية أو النمو، كيف سوف تنمو المشاريع والتنبؤات. فهذه تعتبر من الأشياء الأساسية أو الدعائم الأساسية للخطة التشغيلية، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية، الموقع الذي بدأ العمل فيه، يعني موقع الشركة، موقع المنظمة أو المؤسسة، احتياجات السوق. هذه كلها من العوامل اللي تساعدنا على النمو. أيضا التأثير السوق على المنتجات أو الخدمات التي نوفرها، التأثير الداخلي أو التأثير الخارجي، العناصر الأخرى، كل هذه العناصر تساعد على توجيه النمو بحيث تتحرك بشكل استباقي نحو الأهداف، بدل من مجرد ردات الفعل والاستجابة لأحداث الأعمال. كثير من الشركات أو رواد الأعمال في أثناء أزمة كورونا بدأ في عمل خطوات استباقية، من غير ذكر أسماء، بدأ يوفر للعملاء المنتجات والخدمات طبقاً لإشتراطات وزارة الصحة مثلاً. فهذا يعتبر توجيه النمو، هذه من أهداف الخطط التشغيلية، يجب عليك دائما مراجعتها. يعني وضعنا خطة تشغيلية، ما نستنى يعني الأزمة تنتهي وبعد كذا نشوف إيش حنبدأ مرة أخرى. لا، أنت خلال الأزمة، خلال الكارثة التي حصلت، يجب عليك وضع تعديل سريع على الخطة التشغيلية وآلية سريعة. وهذا دور الإدارات الاستراتيجية، شفنا أمثلة تجار كثيرين يعني استغلوا هذه النقطة استغلال إيجابي ونمت الاستثمارات الخاصة بهم. النقطة الثانية وهي إدارة الأولويات. على الإدارات الاستراتيجية التركيز على في الخطة على الأولويات، لأنه التركيز على الأولويات سوف يمكن الشركات من توجيه الموارد المتاحة بفعالية، والتركيز دائما على نقاط القوة الموجودة داخل الشركة، ومحاولة الاهتمام بنقاط الضعف والعوامل الخارجية أيضا، والقيام بالأشياء الأكثر أهمية وفقا لأهداف الطويلة الأجل. باختصار شديد، إدارة الأولويات هي من الإدارات الكبرى للإدارات الاستراتيجية، معرفة أولويات الشركة، معرفة الخطوات الاستباقية التي يجب على الشركة العمل بها، ودائما تعديل الأولويات على حسب احتياجات السوق وعلى حسب احتياجات المنطقة. النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة وهي تعيين المسؤوليات من خلال الخطة التشغيلية، يكون موجود تحديد المهام والمسؤوليات على فريق العمل، ونحن نعلم كيف يؤثر توزيع المهام على أفراد فريق العمل. بشكل مختصر، لو ما كان في موجود خط، ما هو موجود توزيع المهام والمسؤوليات، بالتالي يصير في نوع من الكوربشن في العمل، يصير في نوع من خلط المهام أو عدم معرفة المهام، وبالتالي ما تقدر تستطيع قياس معدل الأداء في الشركة بسبب عدم وجود هذا العنصر المهم. إذن من فوائد الخطة التشغيلية هي توجيه النمو أو زيادة نمو المبيعات والعمل في الشركة، أيضا إدارة الأولويات، معرفة الأولويات من خلال الخطة التشغيلية، والبدء من الأولى ثم الأهم، الأقل أهمية، وبالتالي يساعدنا على النمو والإنجاز.
ايضا توزيع المهام والمسؤوليات من في الخطه التشغيليه، يكون في دائما عندنا توزيع المهام والمسؤوليات، الهيكل التنظيمي الخاص في الشركات، كل هذه الامور تكون واضحه في الخطه التشغيليه. العنصر الرابع والمهم ايضا من فوائد الخطه التشغيليه، وهي تتبع الاداء والتقييد والتقدم. في وجود خطة تشغيلية يمكنك تتبع التقدم نحو الأهداف وقياس النتائج وإدارة الأعمال. بدون خطة لا تستطيع القيام بمثل هذه الأمور. كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تتحرك في الاتجاه الصحيح أم لا؟ الأداء والتقدم يعتبر البوصلة الحقيقية للشركات، يعتبر الـ navigation system الخاص في تطور الشركة، في معرفة الفجوات الجاب، فين موجود الجاب من خلال مؤشرات الأداء ومعرفة ما إذا كان في خلل موجود في الشركة. إذن الفوائد الخطة التشغيلية 4 فوائد، قلنا توجيه النمو وإدارة الوقت وتعيين المسؤوليات والصلاحيات والخطة التشغيلية، وأخيرا تتبع الأداء ومعرفة هل يوجد خلل في الأداء ولا لا. الخطط التشغيلية باختصار شديد، الخطط التشغيلية تعتمد على تحديد أهداف استراتيجيات وتفصيل للشركات الواقعية وغير المستحيلة. احنا نعرف انه الخطط دائما يجب ان تتوفر فيها الخمسة العناصر الأساسية اللي هي smart goals، specific، ان تكون محددة، أن تكون achievable، realistic، واقعية، time bound. هذه كلها من الخطط، المهام الأساسية للخطط وتفصيلها، قريبة متوسطة المدى، هل نعرف الخطط الاستراتيجية هل هي قريبة أو بعيدة المدى، تتوافق مع طموح جميع أطراف الهولدر ستيك الشركاء في الشركة، تتناغم مع العملاء وطموح العملاء وتوجهات العملاء، تراعي حدود وأبعاد الوضع الراهن لجميع إدارات الشركات المنافسة، والفترة الزمنية للخطة المحددة سواء كانت 3 سنوات أو 5 سنوات، بما تهيئ الفرص لسد الفجوات التي تحدثنا عنها مع الأداء، سواء وفق مسار تبادلي يرتكز على تناغم الطموح الأساسي الذي وضع من خلال الإدارات الاستراتيجية، أو مع الموارد المتاحة، أو مسار التحويل الجوهري لرفع كفاءة الأداء للوصول للأهداف والغايات. الخطط التشغيلية هي وسائل مناسبة ومحددة تتبعها الشركة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى، وهي في عملية التخطيط تمثل المرحلة التي يتوجب فيها إشراك أشخاص معينين بتطبيق خطة بشكل فعال، حتى لو لم يكن مشتركين في المراحل المبكرة من التخطيط. عشان يكون التخطيط فعال، لازم نعرف ما هي مكونات الخطة التشغيلية. المكون الأول للخطة التشغيلية وهي الخطوات والإجراءات المطلوبة. كل عملية تقوم بها في الشركة، كل مهمة، مهمات الإنجاز من مرحلة أولى لمرحلة ثانية، التعامل بين الإدارات، كلها تكون موجودة في مرحلة الخطوات والإجراءات المطلوبة. النقطة الثانية، من هم الأشخاص الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح؟ المسؤوليات والمهام على كل شخص. نحن هنا في الخطة التشغيلية لا نضع أسماء أشخاص، بل نضع أسماء ورموز للإدارات، يعني المدير الإدارة المالية، مدير إدارة الموارد البشرية مثلا، مدير التسويق، مدير المبيعات، كل المدراء، ما هي المسؤوليات المنوطة تحت إشرافهم، الموظفين المشرفين اللي في الأقسام. هذه كلها في الخطة التشغيلية يتم ذكرها وتفصيلها بشكل يساعد على سلامة الإجراءات وعدم وجود تخبطات إدارية، عدم وجود مشاكل نجد في بعض المنظمات بعدم وجود خط
خطط تشغيلية يؤدي إلى نشوء صراعات بين الموظفين، وبالتالي تنشأ عدم الاستابيليتي أو عدم وجود يعني قدرة على التعامل في داخل الشركة. المكون الثالث من الخطط التشغيلية وهو عامل الزمن، عامل الزمن البرنامج الزمني لتنفيذ الخطوات والإجراءات يتم قياسها بناء على الشخصية الطبيعية، بحيث أنه يضمن سلامة عدم وجود في تضييع الأوقات أو استهلاك وقت أكثر من اللازم في إنجاز بعض المهام، وخصوصا المهام الإدارية. بعض الموظفين ينجز المهام بسرعة، وبعضهم يأخذ وقت طويل وبعضهم يأخذ وقت أطول، فهنا يجب وضع خطة زمنية لكل المهام التي يتم إنجازها في الإدارة. النقطة الرابعة، الموارد التي سيتم تخصيصها لتنفيذ المهام والأعمال، هذه يجب أخذها في الاعتبار بحيث أنها تكون موضحة في الخطة التشغيلية. العنصر الأخير في مكونات الخطة التشغيلية هو الآلية التي ستتبع لجمع المعلومات عن التقدم في كل مرحلة. طبعا وجود خطة تشغيلية لحاله ما يكفي، يجب علينا أخذ التغذية المرتدة، يجب علينا تعبئة جميع المهام التي تم ذكرها في الخطة التشغيلية الحالية. احنا هنشوف في من خلال اليوم ان شاء الله في الورش القادمة كيف عمل خطط تشغيلية بالتفصيل اكثر، وحنشوف انه مثلا حددنا زمن لانهاء هذه المعاملة خلال مثلا ساعة، لكن في الوقت الحقيقي استغرقت ساعة ونصف. حنشوف انه في 30 دقيقة هنا في عندنا فترة خلل او تسمى الجاب بين الحقيقي وما طبق في الواقع، وبالتالي هذا يؤثر على البرفورمانس، على أداء الشركة ككل وعلى أداء الموظفين. ويجب علينا هنا معرفة أسباب الخلل الذي أدى إلى وجود هذا الجاب من الخطة التشغيلية. إذن مكونات الخطة التشغيلية باختصار تشمل 5 عناصر أساسية: الخطوات الإجراءات المطلوبة، الأشخاص الذين سوف يتحملون مسؤوليات الأعمال والإجراءات، المدة الزمنية أو الفترة الزمنية لتنفيذ الخطوات والإجراءات، الموارد التي سيتم تخصيصها للتنفيذ في هيكل التشغيلي، وأخيرا الآلية التي سوف تتبع لجمع المعلومات عن التقدم في كل مرحلة وقياسها وكتابتها في تقرير مفصل، ومعرفة أسباب الخلل إذا كان في خلل، ومعرفة إذا كان في الأداء، معدل الأداء كان أفضل من المكتوب. فبرضو نفس الشيء، يأخذ الشهادات شكر للموظفين أو على حسب السياسات الموجودة في الشركات. الهدف الأساسي من الخطة التشغيلية، الهدف الأول والرئيس من الخطة التشغيلية، هو تحديد ماذا يجب أن يتم تنفيذه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتفصيلية ومن الأهداف الأخرى للقيام بخطة التشغيلية. زي ما شفنا عندنا إدارة استراتيجية وضعت رؤية، وضعت قيم، وضعت رسالة الشركة. بالتالي من خلال الخطط التشغيلية نستطيع الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والتفصيلية والأهداف الأخرى التي وضعتها الخطة التشغيلية. أيضا هدف آخر هو اختبار مدى صلاحية الخطة للتنفيذ. فنحن عادة نضع أهداف كثيرة في حياتنا وفقا للنتائج المرجوة من دون أن نتأكد أنها أهداف قابلة للتحقيق أساسا. كثير مننا يضع أهداف أني أنا أصل للعالمية، أهداف مثلا شخصية، تخفيض مثلا الوزن، أو أهداف خاصة أو أهداف في العمل. فبدون قياس صلاحية الأهداف الذي وضعتها لا تعتبر أنك أنت وصلت للشكل بشكل المطلوب. هذا باختصار الأهداف من الخطط التشغيلية. عندنا نقطة جدا مهمة، وهي الخطة التشغيلية لابد أن تكون أكثر واقعية، realistic. كيف تكون واقعية؟ من خلال
قدرة الشركة على تحقيق الأهداف ضمن الفترة الزمنية المتاحة. يعني مثلا لا نضع شرط يكون شرط تعجيزي، أو مثلا لا نستطيع الوصول إليه، مستحيل أنه نصل للهدف هذا، ما هو واقعي الأهداف هذه. بعض الشركات مثلا قدرة الإنتاج عندها للسلع الكمامات على سبيل المثال مليون كمامة خلال الشهر مثلا، فأنت تضع خطة تشغيلية مثلا أنه لو شغلنا الآلة بأكثر من معدلات الإنتاج المطلوبة في الكتيب التشغيل ممكن نصل إلى 1,200,000 خلال الشهر. فهذه تعتبر أهداف غير واقعية، يجب علينا مراعاة الأهداف الواقعية ضمن الفترات الزمنية المحددة. أيضا مدى امتلاك قادة الشركة للمعرفة والمهارات المطلوبة لتنفيذ الخطة. كثير من الشركات أحيانا يوظف موظفين في أماكن غير أماكنهم الحقيقية، على سبيل المثال يأخذ موظف إداري يعينه في القسم الفني أو القسم المالية أو المحاسبة أو، فهذه تعطينا دائما عدم شفافية أو عدم القدرة للوصول للأهداف الاستراتيجية بسبب أنه امتلاك القادة أو الموظفين في الميد ليفل، عدم معرفتهم بالمهام المطلوبة أو عدم وجود خبرات سابقة لديهم. العنصر الثالث في الأكثر واقعية وهو مدى القدرة على الوصول على المعلومات اللازمة والضرورية. مهم جدا مراعاة المعلومات التي نقدر نستطيع أن نحصل عليها من العملاء أو من الموظفين، المشاكل التي طرأت من خلال التعامل، هذه كلها المعلومات توفرها يساعدنا على معرفة هل الخطة التشغيلية قائمة على أكمل وجه ولا يوجد فيها خلل. أخيرا مدى وجود بدائل أخرى تحتاج إلى التركيز. أحيانا كثير من الشركات تركز على بعض المنتجات أو الخدمات، مع وجود بدائل أو حلول أخرى تساعدنا على معرفة الحل بشكل أفضل. إذن عندنا في الخطط التشغيلية أسس أكثر واقعية، عشان تكون الخطط التشغيلية أكثر واقعية عندنا 4 أسس رئيسية. أول حاجة مدى قدرة الشركة على تحقيق الأهداف ضمن الفترة الزمنية المتاحة. 2 عندنا امتلاك قادة الشركة والموظفين والعاملين المعرفة والمهارات المطلوبة لتنفيذ المهام على الخطط الاستراتيجية. 3 يجب وجود القدرة وجود مدى القدرة على وصول على المعلومات اللازمة والضرورية. وأخيرا البدائل الأخرى التي تحتاج إلى تركيز التي تساعدنا على الحصول على الخطط التشغيلية بشكل أفضل وكفاءة أفضل. حنتكلم عن آخر موضوع وهو وضع الخطة التشغيلية. عند وضع الخطة التشغيلية يجب أو من الضروري تحديد وصياغة سلسلة من الأنشطة والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف. لنفترض على سبيل المثال أن هدفك هو إدخال خدمة جديدة في الخدمات التي تقدمها، فإن ذلك سوف يتضمن عدة أنشطة كتدريب من سيقومون بتوفير هذه الخدمة، تعريف المستفيدين بالخدمة الجديدة، توفير الموارد اللازمة، جدولة جهود التطبيق وأنشطة أخرى لها تأثير مباشر على تطبيق الخدمات الجديدة. ومن الطبيعي أنه في حال تنفيذ هذه الأنشطة بشكل صحيح سواء منفصلة أو بشكل مترابط سيؤدي إلى نجاح الخطة التشغيلية بالشكل السليم. الأخوان في الدعم الفني حطونا الرابط المحاضرة القادمة بقيادة الزميل بندر الجنيدي بعنوان تحويل نموذج العمل التجاري إلى خطة. أرجو أن تكونوا إن شاء الله متواجدين في هذه الورش. هذه الورش مقدمة في منشآت كلها مستكملة لليوم الخاص في النماذج التشغيلية للشركات. إذن في وضع الخطة التشغيلية عندنا في بعض الأمور المهمة يجب علينا في البداية الإجابة على هذه الأسئلة التالية. حدد ما ستفعل حيال الأسئلة. ما هي الأنشطة؟ ما هي النتائج التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف؟ أيضاً ما هو ترتيب الإجراءات التي يجب اتباعها للتغلب على هذه المشاكل أو العوائق؟
أسأل نفسك سؤال: كيف يمكن تقسيم الأهداف على أساس المدة الزمنية؟ وأسأل نفسك: ما هي الأهداف من وجود المنتجات أو الخدمات هذه؟ هذه كلها تساعدنا في وضع الخطة التشغيلية. أيضاً الإجراءات المناسبة، حدد ما هي الإجراءات المناسب اتباعها لتحقيق الهدف في هذه المرحلة. وثالثاً، ترجم هذه الإجراءات إلى سلسلة من الخطوات، أعمل لها سلسلة من الخطوات حنشوف مع بعض في تحويل النموذج العمل إلى خطة تشغيلية، كيف يتم تحويل الأنشطة والمهام إلى سلسلة من الخطوات والمعلومات. أخيراً، يجب مراعاة الفترة الزمنية المحددة للبدء والانتهاء من التنفيذ. يعني الآن احنا انتهينا من فترة الحجر وبدينا في مرحلة فك الحجر، فيجب علينا مراعاة أن الأنشطة والمهام متناسبة مع الفترة هذه. يعني هذه فترة انتهت، هذه فترة جديدة الآن، فيجب علينا مراعاة الشيء هذا. أيضا الموارد والوقت المطلوب في إنتاج المنتجات أو الخدمات. وأخيرا، كيف ومتى ستعلم إذا كنت تسير بالاتجاه الصحيح أو كنت في وفقا للمسار الخاطئ من خلال قلنا المعدلات قياس الأداء الكي بيرفورمانس إنديكيتر. هذه كلها من العوامل التي تساعدنا على وضع خطة تشغيلية بشكل سليم. ما أدري لو في أي استفسارات أو أي أسئلة. المادة المقدمة كيف نحصل عليها؟ أنا ما الاسم ما هو مكتوب بشكل صحيح. أعتقد من خلال مركز الدعم الفني للمنشآت إن شاء الله سوف يقومون بتنزيل هذه المواد عبر اليوتيوب. تابع موقع منشآت في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ممكن تشوف كل المادة هذه وجميع المواد الأخرى في اليوتيوب. التدريب مهم للموظفين. أشكرك أستاذ ماجد. فعلا إحنا شفنا يعني عشان توصل للخطة التشغيلية بشكل سليم، يجب عليك تدريب أو تعليم الموظفين المهارات المطلوبة. عدم وجود مهارات بشكل السليم يكون في خلل، يكون في جاب، وبالتالي يؤدي إلى عدم الحصول على استراتيجيات الإدارة العليا وعدم وجود الرؤية. نزل الدورة بالتليجرام للفائدة إن شاء الله أستاذة منال. نبلغ الإدارة في منشآت الدعم الفني الأخوان هناك، وإن شاء الله بإذن الله. الأستاذ عبد الله قواس يقول: هل يوجد شهادات حضور؟ نعم، يوجد شهادات حضور في آخر الأسبوع إن شاء الله. يتم إرسال رابط من منشآت بعد التحقق من حضوركم لهذه الدورات، وبعد كذا يحطوا لكم الشهادات في على الإيميل، يرسلوا لكم الشهادات على الإيميل. يوجد أسئلة أخرى؟ الساعة 2:45. أشكر حضوركم وتشريفكم لنا في هذه الورشة التي كانت بعنوان النماذج التشغيلية، أهداف النموذج التشغيلي. عرفنا أنه في فرق بين الفكرة، وفي فرق بين النماذج العمل البزنس موديل كانفاس موديل، ودراسة الجدوى والخطة العمل والنماذج التشغيلية. وعرفنا أيضا أهداف الخطة التشغيلية أنه تضمن سلامة السير العمل بشكل المطلوب، لكي تصل في النهاية إلى الاستراتيجيات التي وضعتها الشركة، رؤية الشركة، رسالة الشركة، قيم الشركة. هذه كلها مهمة جدا متكاملة مع بعض لكي نصل في النهاية إلى النجاح. أسأل الله العلي العظيم التوفيق والنجاح للجميع. أشكركم، وعلى أمل اللقاء فيكم بإذن الله في الدورة القادمة بعد تقريبا ساعة من الآن. نراكم على خير، ودمتم في رعاية الله.